لأن مدينة الدار البيضاء 1700 كيلومتر. اليوم غادي نحاولوا نستقبلوا لكم مدينة الداخل. اليوم فيديو جديد من مدينة الداخلة ل 1750 كيلومتر عن مدينة الدار البيضاء. غنوريكم كاع الأماكن السياحية اللي ممكن تشوفوا من داخلة، وغنبداو إن شاء الله من اليوم. خليكم معنا كاع المناطق السياحية اللي ممكن تشوفوا في مدينة الداخلة. يلا خليكم معنا. وصلنا المعبر القرقارات، تقريبا بعيد على الداخلة بواحد 360 380 كيلومتر. الطريق ديالو مزيانة وهذا من بين الأماكن اللي يزورها الإنسان. إذا وصل الداخلة ضروري ما يزور هذا المكان، هذا آخر نقطة حدودية في المغرب وآخر نقطة في الأطلنطيك ديال المغرب. أول نقطة هي كاب سبارتيل في طنجة، وآخر نقطة هي هذه ضروري الإنسان يزورها. كي جاتك القرقارات محمد؟ وين؟ مزيانة؟ مزيان. زوينه. لما انت باقي صغير وصلتي للقرقارات، شفتي من كاب سبارتيل من اول نقطه حتى لاخر نقطه. المعبر الحدودي للقرقارات هنايا كيدوزو لموريتانيا. الانسان اللي بغى يدوز غير باسبور، بعد ثلاثه قد كيبداو، باقي لهم 10 دقائق وغيبداو. كما كتشوفوا هو الباب مسدود، 10 دقائق وغادي يبداو. كاين الاماكن هنا ديال التجاره، كاين الحوانات، كاين البنكا، كاين جامع كبير هو داروه، وكاينه لا ساتيام. ها هي لا ساتيام، لا ساتيام هادي ها هي، ها هي لا ساتيام. كيما شفتوا لا ساتيام كتهز من الدار البيضاء، من الباط، من بزاف د المدن المغربيه، كتهز وكتجيب حتى لهنايا حتى للحدود، كتحطهم هنا وكيدخلوا على رجليهم. واللي غادي لموريتانيا ياخذ الكار من تما كاين، وتما المسجد. ها هو المسجد دار، كيتهز بزاف د المصلين. واول حاجه كتكون في المنطقه عندنا في المغرب خاص ضروري مسجد هنايا، وكتقام فيه صلاه الجمعه. وهنا المحلات التجاريه هنايا، يعني الواحد الى جا هنا باغي يحتاج البنكة كاينه، يحتاج لوطيل كاين، يحتاج الحانوت كاين، اي حاجه كاينه هنا. يعني الحمد لله وصل الضو، وصل الماء، وصلت المرافق، كل شيء كاين هنايا هنا. وهذا الشيء تبارك الله كيفرح ياك محمد. ومازال غنشوفوا الاماكن اللي خصها تشوف ان شاء الله في الداخله. ياك يلا دينا نقول لهم باي باي من القرقارات. الرايه في الفرات في القرقارات. يلا نوريكم المناطق الاخرى اللي ممكن تشوفوا ان شاء الله في الداخله. يلا تبارك الله عليكم. كيفما المنطقة غادا تبارك الله كتكبر. هذا فندق الشموخ تبارك الله، وطيل زوين، مصنف تصنيف مزيان، مريح، وطيل كزوين اللي بغا يجلس فيه. وهنا أنفاس مع وطيل الشموخ، هنا كاين مسجد خير، كاين واحد عدد كبير ديال المصلين، وكتقام فيه صلاة الجمعة هنايا. وتبارك الله المنطقة راه غادا كتكبر، وهنا راه المركز الحدودي دابا راه غيبداو يدوزو. يلا من القرقارات غادي نرجعوا ان شاء الله الداخلة. يلا تبارك الله عليكم. السلام عليكم، حنا دابا جينا لادين برونش او التل الابيض. هذا بعيد على الداخلة ب 46 كيلومتر و 10 كيلومتر بيست. فيه منظر رائع ومنظر سياحي، الحجم ديالو ما كيتغيرش، كيبقى هو هو. اللي جا الداخلة ضروري ما يجي لهاد لادين برونش يشوفه داخل في المناطق السياحية اللي خاص الانسان يشوفها في الداخلة. غير هي كيخصو يشوف لاميتيو باش يشوف. هاد المرات كيكون العجاج كتكون صعيبة الدخلة ليه، ولا كيكون النيفو ديال الماء طالع. نتوما كتشوفو غادي نقطعو دابا على رجلينا، وجينا في ليكات كات، هما كما كتشوفو ها الماء جاي كيدفع. شاه دابا الماء جاي كيدفع. دابا حنا في التل الأبيض أو لاديون بلونش، غادي نقطعو ليه على رجلينا هادي. وهما ليكات كات هنا جابونا، هاد ليكات كات جابونا
وهاد البلاصه كلها اللي كتشوفوا كتكون عامره بالماء، حتى لذاك الجبل كتكون عامره بالماء. الا كان هكا كيكون صعيب انك تدخل ليه. حنا دابا الحمد لله عندنا الزهر، جينا لقيناه النيفو ديال الماء هابط شويه، وها البلاصه فين غادي نقطعوا، ومن تما نوصلوا تما ونصوروا ان شاء الله. غنقطعوا على رجلينا في الماء. يلاه صباح الخير عليكم. حنا دابا باقيين غادي نقاطعوا لا دون بلونش كما تشوفوا، محمد تجي لا دون بلونش وينها؟ هيا حنا دابا مازال غاديين لا دون بلونش، كتقطع عليه بحال هكا في الماء كيفما تشوف. وزعما الحمد لله عندنا الزهر مزيان، جينا لقينا واحد النيفو ديال الماء. هذا باش قربنا ليه نورمال بعض المرات، هاد الماء ما كيكونش كتكون عباره عن رمله، كتوصل ليه الطوموبيل ديال تما، ولكن كيكون فيه المنظر ناقص شويه. ملي كيكون بحال هكا شويه الماء هذا باش غادي كيتزاد واحد لافي ديال المنظر بانوراميك. فاحنا باقيين غادي محمد كي جاتك لا دون بلونش صراحه مزيونه، زعما ماشي بحال شوف اخرين زعما زوينه كنت لا لا دين بلونش. شدينا واحد الحوته، ها هي داخل الحوت موجود ولكن نوكيل، غادي نطلقوها. ها هي صافي، ها هي مشات. دابا حنا وصلنا للصومي ديال لا دين بلونش. كيف ما كتشوفوا من ورايا منظر رائع، والقدام من هنايا اللي بغى يجي يعوم فيه. يعني كما قلت لكم لا دين بلونش اللي هي من الاماكن السياحيه الضروريه اللي في مدينة الداخلة، وهي كهيبة ربانية سبحان الله. واحد المنظر فيها، واحد الجبل ديال الرملة وسط البحر، واحد الهيبة ربانية. وكما قلت لكم يعني حنا اليوم عندنا الزهر، جينا فواحد ما كاينش العجاج وما كاينش البحر، ما دافعش بزاف، دافع غير شوية. هيبة ربانية من عند الله سبحان الخالق. اللي بغى يجي هنا الداخلة ضروري ويزورها. ومن الجهة الأخرى اللي غنصور لكم تما بلاصة اللي بغى يعوم، وهذه هي البلاصه ديال عمان. الماء فيها صافي، يعني كتحس براسك بحال في المالديف. الماء رائع، الجو رائع. هنا غنهولوا باش نمشيو نعوموا. غادي نقولوا هنا رائع. يلا عوم ضروري ما نختموها بواحد العومه في لا دين بلونش، اللي الماء ديالو رائع، يعني كتحس براسك بحال المالديف. ومع هذا المنظر اللي ورانا كشتوه ديال لا دين بلونش. محمد اجي، كي جاتك العومه؟ زوين. عرفتي واحد الظاهره هنا كتعوم والحوت كينقز حداك من كثرة ما الحوت موجود في الداخل. اجي اجي اجي. يعني كما قلت لكم هنايا ضروري ما نختموها بواحد العومه. ومن لا دين بلونش ان شاء الله غادي نمشيو للسبخة ديال إمليلي، وعومة رائعة. وكنتمناكم تزوروا هذه المنطقة اللي هي رائعة، والماء ديالها دافي وزوين ورائع. يلا تبارك الله عليكم، من هنا غننتقلوا للسبخة ديال إمليلي إن شاء الله. تبارك الله عليكم. وصلنا لإمليلي. الإمليلي هي سبخة هنايا بالمعروفة، هو الأرض الرطبة. هنا التراب فيها رطب شوية، وكاين شوية هنايا الصحراء وداكشي، ولكن هنا رطب. فيها 160 حفرة، فيها واحد السمك طبيعي سبحان الله كيجي هنا كيديروا رجليهم كيدير لهم هذاك البيديكير. الطول ديالها تقريبا 11 كيلومتر،
والعرض ديالها 2.5 كل فيها 160 سبخة فيها المياه مالحة والسمك طبيعي فيها كيجيو لها الناس كيديروا فيها البيديكير هنايا وهي داخلة من المناطق السياحية ديال مدينة الداخلة بعيدة على مدينة الداخلة تقريبا واحد 110 حتى 120 كيلومتر ولكن واحد 8 كيلومتر حتى 10 بيس خاصك ضروري يكون معك الجيد لوكال ما تجيش بوحدك كاين بيس قاصح بزاف يعني تخسر الطوموبيل ديالك وما غاديش تعرف الطريق وهنا كنجيو كنديرو لا بيديكير ناتشيرا دابا في السبخه ديال إمليلي يعني. خصك تصبر شويه لحقاش كيعار واو 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 هادي زعما الشعبات هادي ولكن ناتشورال والماء سبحان الله مالح ديال البحر والبحر بعيد عليه 120 كيلومتر تقريبا وطبيعي طبيعي كياكل هذاك الجليدات لا بومور اللي كياكلها فهمتيني ها هو كيدور هنايا وكياكل لك هنايا يعني بيديكور ناتشورال احنا وصلنا لشاطئ بورتو ريكو كيبعد تقريبا على داخل شي 10 كيلومتر من بيتش بزاف من إمليلي جينا حنا لبورتو ريكو هو شاطئ زوين خاص واحد يدخلو في البروغرام دخلنا على البروغرام في المناطق السياحية ديال مدينة الداخلة كيتميز واحد الما فيه دافي والمنظر فيه زوين مع الجبل دابا غنعومو فيه شوية وغنكملو البرنامج ديالنا يلا تبارك الله شاطئ بورتوريكو شاطئ زوين هاد السميه بورتوريكو خلاها الاسبان كانوا هنايا وكان هنا قريه ديال الصياده حيدوها دخلوا في البروغرام ديالك تجي ليه زوين عمان فيه حنا دابا عام ناس استمتعنا فيه فيه مياه زوينه بحركه جميل جدا ومن شاطئ بورتوريكو غادي نمشيو السوفلور ديال الكبريت ان شاء الله العين اللي فيها الكبريت السوفلور سخونه وغادي نعومو تما كاين خليكم معنا نكمل لكم بروغرام ديال المدينة الداخلة إن شاء الله من شاطئ بورتوريكو غنتقلو السوفلور ديال عين الكبريت إن شاء الله خليكم معنا دابا وصلنا لعين ديال الكبريت ديال السوفلور كيكسب 15 درهم للشخص كتعوم فيها كتشرب فيها كتحك فيها البرنامج السياحي ديال الداخلة احنا دابا غادي نعومو فيها العين الكبريتية كانت تجربة زوينة من بعد غنمشيو نتغداو في البحر الحمار بحال البلاصة كيدير فيها الحوت ويدير فيها القيلات ويدير فيها عندو لي زويتر مشهورة هنا في البحر الحمار من تما غادي نمشيو الله خليكم معنا نمشيو نتغداو حنا دابا جينا لهذا ريستورون معروفة البحر الحمار اللي غادي نتغداو فيها
كنجلس فيها لي زويتر، فيها الحوت، فيها واحد المقيله مشهور بها، ومن هنا غادي نتغدى باش نكملوا البرنامج ديالنا. وهذه ضروري الانسان يتغدى فيها في الداخله، داخله بين لي بروغرام، ضروري تغدى في طلحه مار. هذا سوبر، هذا غيبقى فيه الدخان. محمد تصور كيف جاتك المقيلة؟ هذا خصو يكون اسرع طاجين يتكونسوما في العالم. ايوا حوت سميتو بورا بلومبير. اها لاباديش، لاباديش رائعة والسرعة باش كيصوبها خيالية. حنا يلاه جلسنا صوبة دغيا. محمد فين جاك الغدا هنا؟ زوين زوين رائع. حنا دابا جينا للمزرعة ديال النعام هنا في التورطة. هذه هي آخر بروغرام ديال اليوم، غندخلو نشوفو فيه النعام. يلاه خليكم معنا. غادي تجرب واحد الحاجة أخرى، غادي تجرب العطفة ديالك، غادي تسلم عليها. أجي ما تخاف والو، ها أنت شوف 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 أشوف أشوف أجي عبدو شوف. ها هو البيض ديال النعام كيلو ونص، كيلو 700، كيعادل حتى شحال الثمن ديال هادي؟ كتبدا من 300 درهم حتى 500 درهم. واحد بعدا شوف العطريشه الحمراء صافي من الاخر. باش ما يديرك شويه المساج؟ واخا استاذ اللي ممكن ديرها هنا في كيتساف. وهذا هذا لا ريسيبسيون ديالهم، من بعد غادي نخلي لك الاثمنه هنايا. هادو الماتيريال ديالهم، الماتيريال باش كيخدموا هو هذا مطلوطين جحد البحر، الخضره ديالو كلها كيزرعوا اون فاس مع بحر الكيتساف. هايا المطيشه، القرعه، ها نيشو، السلاوي، كامل زرع. استعمال الماكله ديال الهوتيل سبحان الله، داكشي بيو. ها هو زرع اون فاس مع البحر هنايا سبحان الله. ها هي نور الشمس، ها هي مطيشه، ها هي ديك طوماط سيريز راهيه، الدلاع، السلاوي، القرعه، كلها تقريبا الخضره، انواع الخضره هنايا كلها اون فاس هنايا، اون فاس سبحان الله مع البحر. هذا تا هو من بين البلايص اللي خصك تشوفها اللي جيتو داخله، اللي جا داخله يشوف هاد البلاصه. بحر بلاج 25، وهذا بحر الشاطئ اسمه محمد. كي جاك هاد البلاج؟ رائع رائع. هذا تا هو من بين البلايص اللي خصك تشوفها الانسان، بلاج 25. تسمات جزيرة تنين، انتم لا شفتوا من هنا على شكل تنين. ها الراس ديالو هو هذا قدامي، ها هو، ها هو شو على شكل تنين ناعس، عبارة عن تنين.
بالنسبه لهذا المقطع كان فيه الريح وكان فيه الصوت ما نسموش، وهاد جزيره التنين كتقطع عليها من الاوتيل اللي حدا اتيتيد كتقطع عليها ب 800 درهم، ولكن الماكسيموم في ديك الفلوكه ما كيفوتش 4 الناس، يعني كتقسم على 4 الناس. انسان لا بغى يجي لهاد جزيره التنين كانوا 4 كتقام عليهم 200 درهم لواحد، كيدوزوا فيها واحد ساعه حتى ساعتين على حساب شحال ما بغاو، وكيديروا داك لارجيل وكيرجعوا فحالهم، وهي منظر رائع من الفوق، منظر جميل جدا. يعني اللي جا لداخله ضروري ما يشوف هاد الجزيره، لان مهمه جدا هاد الجزيره ديال التنين.